صباح جديد بيجمعنا بحضراتكم اعزائنا المشاهدين في مصر جميله ودايما مصر جميله بيكم وبابنائها المخلصين في كل مكان. اهلا بك يا طارق وصباح الفل عليك. صباح الخير يا نهله وصباح الخير على حضراتكم يا رب. يوم سعيد علينا وعليكم وكل اللي بيتمنى حاجه ان شاء الله تحقق له في يوم جديد يوم جميل نهايه الاسبوع. زي ما بنقول دايما انه خلينا الاسبوع كله بيبقى مليان احداث واللي في شغله وكل الامور اللي بتحصل طول الاسبوع اللي احنا عارفينها. كلنا متابعين وكلنا متعلقين بالوطن، لكن في الاخر في حاجه مهمه جدا لازم ناكد عليها وهي لمه العيله. انه يرجع الاب مره تانية ويتلم مع اسرته والام والاولاد حواليهم. المشهد ده قل كتير في بيوتنا وقل كتير في حياتنا. تخيل انه كل واحد من حضراتكم وكل ام يمكن بتسمعنا النهارده عبر شاشه التلفزيون ان هي النهارده هتعمل حاجه حلوه لبيتها واسرتها، هتعمل حاجه لاولادها، هتقول النهارده هيكون يوم سعيد علينا ويوم اسري جميل زي يوم الجمعه برضو. انه مفترض ان احنا زي ما قلت انه في نهايه الاسبوع ويوم اجازه مجموعه يعني كبيره طبعا بتمر بيها الاسره المصريه. سيبونا بقى من الاسعار ومن الغلاء وبتاع، هكذا هي الحياه وبالتاكيد كلنا بنشارك في انه احنا نعيد مرة تانية ونعود مرة تانية ببلدنا الحبيبة واقتصادها. لكن في الاخر بتستمر العلاقات الاسرية لان هي دي النواة الاساسية لهذا المجتمع. خلونا نحب بعض تاني، ارموا من فضلكم الموبايلات والتابات والكمبيوتر وكل الكلام ده اللي اخدنا من بعضنا، سيبوه على جنب ونقرر ان احنا هنقعد ونتكلم مع بعض. ودي جزئية مهمة جدا اتخيل ان كلنا بنفتقدها. خلونا نتكلم مع بعض، سيبوكم من السوشيال ميديا والفيس وكل الكلام ده. لما نتكلم مع بعض هنحس ببعض اكتر وهيكون في بينا حوار يبني علاقات يمكن افتقدناها كتير. صح؟ اكيد بكل تاكيد احنا محتاجين فعلا ان احنا يعني وسائل التكنولوجيا زي ما هي افتكرنا انها هتقربنا بالعكس بعدتنا، فخلينا يعني فعلا يكون في تواصل كده وجها لوجه وفي كلام وحديث. لانها مش بس زمان كانت الزوجه تقول الجرايد هي اللي بتعمل الخرس الزوجي، دلوقتي لا بقى تليفون. فاكره المشهد الجورنال والراجل قاعد الجورنال وسايب التاني، دلوقتي اعتقد كل واحد ماسك الموبايل وسايب التاني. نتمنى ان شاء الله انه يكون يعني اجازه سعيده واخر اسبوع وويك اند هايل على حضراتكم. النهارده معانا فقرات متنوعه نرجو انها تعجبكم. من فقراتنا النهارده فقره بتتكلم عن أنشطة الأمم المتحدة في مصر. طبعا الأمم المتحدة لها مشروعات كتيرة جدا بتنفذها في كل دول العالم، وشطارة كل دولة في أنها تستطيع أن تحصل على أكبر كم من المزايا والمشروعات علشان تنمية بلدها. مصر دولة محتاجة تنمية في مجالات كتير ومن أهمها التعليم. النهاردة هنتكلم عن المشروعات الإنمائية للأمم المتحدة في مصر، وهنتكلم عن نظرتهم للتعليم في مصر وكيفية تطوير التعليم من خلال وضع استراتيجيات وأهداف يتعاون فيها الأمم المتحدة مع وزارة التربية والتعليم، لأن التعليم هو اللي بيبني العقل وبيبني الإنسان المصري اللي هيقدر يصنع التنمية. هيكون معانا النهاردة عشان يكلمنا عن هذا الموضوع الأستاذ بهاء القوسي مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة. زي ما بنقول دايما يعني انت بتحب بلدك وبتشعر انه مصر دي احسن بلد في الدنيا لانك انت عشت وتربيت فيها، وهي الحقيقة هي كده. يعني من حضراتكم اللي سافر ولف وراح العالم كله لازم يرجع لهذا الوطن بكل ما فيه من جمال وكل ما فيه من يعني حنين وشوق كبير قوي. لكن المهم ده بيترجم ازاي؟ في مبادرة بتتكلم النهاردة عن الحفاظ على التراث المصري. هنتكلم بقى النهاردة عن محافظة بورسعيد. محافظة بورسعيد في مبادرة بتتكلم بورسعيد على قديم، وزي ما حضراتكم عارفين انه بورسعيد هي ميناء عالمي ودولي كبير جدا كان بيقطنوا العديد من الجنسيات الأوروبية سواء الإيطاليين أو اليونانيين. يعني كل الناس اللي جات وعاشت في هذه البلد الجميلة عملت طرز معمارية راقية جدا وحلوة جدا. الطرز دي للأسف شديد جدا لأنه بورسعيد هي شبه جزيرة تقريبا، الأرض فيها عزيزة قوي، فابتدوا أصحاب هذه المباني عايزين يهدموها وعايزين يبنوا الأبراج الكبيرة، ونوع من أنواع الاستثمار العقاري الغير مقبول حقيقة في فن راقي زي اللي موجود على أرض بورسعيد. هذه المجموعة بتتكلم عن أنه لا، لازم المباني دي يتوقف هدمها وان هم يحافظوا عليها لان ده تراث وتاريخ بلد عريق زي او محافظة عريقة زي محافظة بورسعيد. هيكون ضيفنا في هذه الفقرة المهندس محمد حسن عفوا
مؤسس المبادره والاستاذ عمرو حسن مدير المشروعات بالمبادره، وهنشوف هم عملوا ايه وازاي قدروا يقفوا قدام مافيا المباني الاثريه اللي بيحاولوا يهدموها، عشان زي ما انا قلت لحضراتكم يعني مكاسبها وارباحها ضخمه جدا، فبيبنوا مكانها ابراج. لا، عايزين نحافظ على صوره مبانينا وصوره محافظاتنا الجميله. كمان هنتكلم عن استضافه مصر لمؤتمر هام جدا. انتوا عارفين دلوقتي ان اي مؤتمر موجود على ارض مصر بيعكس حاله من الاستقرار وحاله من ترغيب السياح للعوده مره اخرى لزياره هذا البلد الجميل. في مؤتمر اسمه مؤتمر ستار لاين، وده مؤتمر تحالف طيران عدد كبير من شركات الطيران، حوالي 28 شركه عامله تحالف فيما بينها دولي. مصر احد اعضاء هذا التحالف الدولي، وبتستضيف مؤتمر ستار لاين هذا العام على اراضيها لاستضافه دي من يوم 15 اللي فات ولمده 3 ايام، يعني هينتهي فعاليات المؤتمر اليوم. هنستضيف النهارده احد اعضاء نقابه الطيارين اللي راعت هذا المؤتمر علشان نعرف فعاليات هذا المؤتمر، تاثيره على السياحه، تاثيره على سلامه الاجراءات المتخذه بالنسبه للطيران، واستعرضنا باحدث الوسائل التكنولوجيه في هذا المجال. هيكون ضيفنا الطيار شريف محسن نائب نقيب الطيارين، وهيكلمنا عن اهميه هذا المؤتمر ستار لاين واهميه اقامته على ارض مصر في هذه الاونه. دي مجموعة فقراتنا اللي بنقدمها لحضراتكم. إن شاء الله بعد الفاصل هنستقبل الإعلامي الكبير الأستاذ بهاء القوسي، مدير مركز الأمم المتحدة في مصر، مكتب الأمم المتحدة في مصر للإعلام، وهنسمع حوار مهم جدا في مجال التعليم بعد الفاصل.